عاوز يعني تقول لي رايك فين؟ يعني مراته بتسال يعني تلاقي اسمها كده شو اللي بيقول ايه؟ كوبين من الكوبينات اللي هي لان عندك اكتر من الخمر سرة المر حبيبي لي بين ثديي يا بيتو قد دخلت جنتي يا بنت اختي يا اختي يا اخت العروسي قطفت مرني مع طيبي اكلت شادي مع عسلي شربت خمري مع لبني كله ايار اصحاب اشربوا اذكار ايار احباب وما اجمل رجليك من عليك يا بنت الكريم دوائر فضليك مثل الحريش صنع بيان صنع دوائر فضليك مثل الحريش صنع بيان صنع ما اجملك وما احلاك ايتها الحبيبه ولا الذات قامتك ويديك شغيلة بالنخلة وتدعيك بالعمى قيد كنت اني اصعد الى النخلة وامسك مع ذوقها وتكون ثدييك كعناقيد الكرم ورائعة انفك كالتفاح وحنكك كاجود الخمر انا لحبيبي والى اشتياقه تعالى يا حبيبي لنخرج الى الحبل ولنبيت لنا أخت صغيرة ليس لها كذين فماذا نصنع؟ ليس لها ثديين كلام ده من اسمع بس الله ليس لها ثديين فماذا نصنع رسنا في يوم تفطر عطرت فراشي بمر وعود وكرفتي هلما نرتوي ودا إلى الصلاة نتلذذ بالحب لأن الرجل ليس في البيت ذهب في طريق بعيدة وعشقتم عشقهما اللذين لحمهما كلحم الحمير ومنيهما كمني الخير ده الكلام ده انا قلت الكلام ده ف يعني ايه رايك في الكلام ده و... طب يا ابن الله يخرب بيتك ايه لك ازيك وسدين وماني و... وانا كمان ما تعرفش الكلام ده؟ لا ده كلام ايه ده؟ مين المؤلف طب؟ لا ده ما بقول لك ما ده قصه جنسيه دي الحاجات دي ده مكتوبه وايه ما هو مني ويتلذذ والكلام ده هم قالينا بقى النصوص ديت من كتاب اللي هو النصارى المقدسه اذا الناس اللي يعودوا النصارى اللي بنسيبوها لربنا انت بتقول الكلام ده عادي كده؟ انا قريت عادي الله يخرب بيت امك يا ابن الله يخرب بيتك على الكتاب الكلام ده انت عارف هو معناه اصلا الكلام ده انت كده ما ينفعش ان احنا نقول الكلام بتاعه عادي ممكن الكلام ده لو كفر عندنا ما ينفعش تقول الكلام ده خالص ممكن ما عادش تقول يا ابني يخرب لك العقل تقرا الكلام ده تاني يا ابني اقول لك يا هو اصلا احنا عندنا ايه هم مؤمنوا بايه؟ لا سيدنا عيسى لو هم مؤمنوا بيهم بيقولوا ان هو عندهم الارض والرسول بتاعه ما قال لهمش يعبدون لو الانجيل اللي هم بيتكلموا عنه ده ما قال لهمش الفرق عندهم يعبدون هم بقى بيقولوا ان ربنا هو اللي نزل الكلام ده ربنا يا ابني ربنا بقيم الناس دي عامل عالم معفن يا ابني احنا ادينا عبد الله الاسلام الكلام ده مش عندهم يا ابني ربنا قال ومن يبتغي غير الاسلام لينا فلن يقبل منه هيجوا هم والكلام ده دول عالم كفار يا عم و بس ما عرفش انت تقول الكلام ده عشان ما عرفش بعدين اصلا يعني الكلام ده انا راح اقوله ازاي يعني قدامه يعني انا اجي اقوله قدام امي ولا اجي قدام حد قدام اخت او اي حد اقول الكلام ده وعادي كده ايه اللي هيحصل بقى بعد كده اقول الكلام ده مش هتقدر شهوتها مش هعمل اي حاجه الحمد لله على النعمة الإسلامية عم مش عارف الكلام ده خالص خلاص يا عم لا والله بجد ما الكلام ده خلاص يعني هو ده رأيك يعني في الكلام ده رأيي يا عم عرفتك وبلاش غيرها من غير